قيم الرئيس الحسن، رئيس جمعيه اباء وامهات واولياء حمى الفطواكي، ورئيس جمعيه الامل التضامن الاجتماعي. المشاكل اللي كتعيشوا هذه المنطقه ديال الفتح جوج هي معزوله على الوسائل الامن من الدرك الملكي، لان الدرك الملكي كيتواجد حاليا في شارع الجيش الملكي، وكيصعب عليه الامر انه يدارك المجرم في اللحظه اللي كيكون فيها المجرم اثناء المزاوله ديالو لارتكاب الجريمه. حنا كنتصلوا بالدرك الملكي كيجي، ولكن كيجيو معطلين. حبذا لو ان تكون معنا هنا واحد الاقامه ديال الدرك الملكي، بريغاد مثلا، ولو تكون غير ملحقه ريتما يتواجد هاد المؤسسه اللي غادي تقوم بالامن الداخلي ديال هاد المنطقه هذه. حاليا حنا كنعانيو من مجموعه ديال المشاكل، من بينها الاعشاب الضاره اللي كتغطي جنبات المؤسسه وكتسهل الماموريه على المجرم انه يرتكب الجريمه ديالو بدون انتباه للمارة. والمساله الثانيه هو كنطلبوا من الاباء والامهات ديال التلاميذ انهم يلتحقوا بنا ويتعرفوا على المشاكل اللي كيعيشوها وليداتهم. وهذا الشيء راه نشرنا ليه في اللقاء اللي درناه سابقا مع، لكن بدون جدوى، لان السلطه ربما ما داركاتش هذه وما انتبهتش للخطوره اللي كيعيشوها هاد الناس. والحمد لله حنا كنتمنوا انهم يديروا يفهموا ان راه كاينه هناك خطوره كبيره، مادام ما كاينش كليراج بيبليك، مادام ما كاينش امن، مادام ما كاينش هذا، راه واحد الرقعه اللي هي يجب على المسؤولين السلطويين والمنتخبون انهم يردوا بالهم لهذه الرقعه، لان راه بؤره ديال المشاكل. ونتمناو ان شاء الله انها تحل هذه المشاكل. وعلى هذا اللقاء اللي كاين اليوم، ان تلميذة المسمات سناء المنظري انها تعرضت لمحاولة اغتصاب بالابتزاز، والمجرم ذهب بها تقريبا ما يزيد على كيلومتر ونص او جوج كيلومترات، لولا ان بعض الناس شافوا الحالة وداركوا وفكوها لكانت يقع لها ما وقع للتلميذه ديال الخوارزمي ديال الشلالات. وحنا كنتمناو ان هاد الناس ينتبهوا لهاد المساله هذه. التلميذات تا هما كنطلب منهم انهم وقت التمدرس او وقت المدرسه يكونوا في المؤسسه، يساليوا من المدرسه، يزيدوا لديورهم، ما يبقاو شيء، لان هاد الاعشاب راه في خطر ليهم هما. انتبهوا لهذه النقطة. والسلام عليكم ورحمة الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبرتجوا الفيديو مع أصحابكم وديروا جيم. وما فيها بس إذا خليتي وشي تعليق تعبروا فيه على آرائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.